أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى موعد أخبار 11. وبداية وبالمدرسة الوطنية للإدارة، أشرف صباح اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية الجديدة. لقد تبوأت هذه المدرسة بتاريخها ومساهمتها في بناء إدارة جزائرية ذات مكانة مرموقة ومتميزة بفضل رصيدها في مجال التكوين، في مجال تكوين الإطارات الإدارية وفي شتى مجالات التخصص. وأود هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين عليها من أجل أن تحافظ على بريقها. من الأسرة العلمية إلى كل العاملين بها، فهي بحق الركيزة والدعامة المتكيفة للدولة مع مختلف توجهاتها، لا سيما المتعلقة منها بالتنمية الشاملة المتجددة المواكبة للتحديات الراهنة التي تفرضها الساحتين الوطنية والدولية. وإن وجودنا معكم اليوم هو تدعيم لمجهودات المدرسة والمكانة المرموقة التي تحتلها في هرم المؤسسات التكوينية للنخبة، والتي هي في تكييف أو في تكيف مستمر مع التحديات والرهانات التي تواجه الإدارة الجزائرية، والتي عرفت تغييرات جذرية في الآونة الأخيرة بفضل سياسات الإصلاح التي باشرها فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي جعل المواطن في قلب كل ما تقوم به السلطات العمومية، بالقضاء على كل إجراء بيروقراطي وعصرنة هذه الإدارة وجعل خدماتها في متناول كل جزائري أينما حل وارتحل، وتبسيط إجراءاتها. في القطاع الصحي، استفادت بلدية عمي موسى بولاية غليزان من مستشفى يتسع لأكثر من 120 سريرا مجهز بأحدث الوسائل في مختلف التخصصات، منشأة استشفائية تنهي معاناة المرضى الذين كانوا يتنقلون للعلاج في المدن المجاورة. الروبورتاج لقدور جوابي. العيادة المتعددة الخدمات بعم موسى بولاية غليزان التي توفر خدماتها لسكان المدينة والمدن المجاورة أيضا لم تعد تستوعب عدد المقبلين على العلاج، لكون هذه المنطقة إنها منطقة هنا عندها ثلاث دوائر، هي عين طريق عم موسى الرمكة، كي نقولوا ثلاث دوائر كل دائرة عندها بلدية، البلدية هنا كاين تسع بلدية كلهم هنا راه كاين كما قلت ضغط كبير على العيادة، والعيادة تحتوي على عدة أقسام. كاين اكتظاظ كبير في هذا المستشفى، والدليل على أني متواجدة من الصباح هنا في المستشفى، راني لحد الآن مازال ما خرجتش. رانا نطولوا نقعدوا حتى نكرك مقعد. وثاني الشهوة لا غالب عليهم، الضيق عليهم. لا ما يكفيش، نطلبوا ربي من السلطات يحلوا لنا سبيطار كبير إن شاء الله. أمال المواطنين بمستشفى آخر لم يتبقى منها إلا استكمال التجهيزات والإطارات العاملة لمستشفى 120 سريرا الذي يتوفر على تجهيزات عالية التقنية. على كل حال، هذا هو المستشفى الجديد لعمي موسى 120 سرير. نحن في المرحلة الأخيرة لاستلام تجهيزات وتركيبها. هذا المستشفى يخفف من معاناة المرضى. مستشفى 120 سريرا بعم موسى، والذي ستفتتح أبوابه قريبا، من شأنه أن يسهم في إنهاء معاناة المرضى وتنقلاتهم إلى المدن المجاورة. تنمويا أيضا، وبعد معاناة دامت سنوات، تم تزويد أكثر من 500 عائلة ببلدية سيدي عبد المؤمن بولاية معسكر بشبكة الربط بالغاز الطبيعي، في انتظار أن تمس العملية باقي البلديات الأخرى قبل نهاية السنة الجارية. كاميليا حموم.
بعد طول انتظار وفي جو غائم وممطر لم يمنع من إيصال الفرحة لعائلات بلدية سيدي عبد المومن بولاية معسكر التي استفادت من مشروع تزويد سكنتها بشبكة الغاز الطبيعي. الحمد لله كنا مغبونين في الغاز ودروك الحمد لله راهم دخلوا لنا الغاز، ونشكر سيد رئيس البلدية ونشكر فاني سيدي عبد العزيز بوتفليقة والله يحفظ هذه البلاد. الحمد لله دخلتوا لنا الغاز، كنا مغبونين كاع نهار حنا نقرعوا الخاميو هطري نصيبو خطره ما نصيبوش. عدد العائلات المستفيده هي 535 عائله بغلاف مالي يقدر بما يزيد عن 19 مليار سنتيم، وبهذا نكون قد التحقنا بركب كل الولايات التي جسدت برنامج فخامه رئيس الجمهوريه بايصال غاز المدينه الى كل بلديه الولايه. العملية هذه سمحت بارتفاع نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى كامل تراب الولاية. استفدت لحد الآن 43 بلدية من أصل 47 بلدية بولاية معسكر. البلدية المتبقية ستكون مربوطة إن شاء الله بالغاز الطبيعي قبل نهاية السنة لنصل بذلك إلى نسبة تغطية تفوق 70%. للعلم أن الأشغال جارية لمواصلة عملية ربط حوالي 3000 نسمة بشبكة الغاز الطبيعي للأربع بلديات المتبقية. على الصعيد الدولي أشاد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة باتفاقية وقعتها حكومة مالي والأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ اتفاق السلام بين الماليين عام 2015، كما رحب المجلس بالتزام الحكومة والجماعة المسلحة مجددا بتسريع تنفيذ الاتفاقية داعيا كافة أصحاب المصلحة إلى توحيد جهودهم في عقاب عادة انتخاب رئيس كايتا والعمل معا لتعزيز السلام الدائم وحقوق الإنسان ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية. في الشأن الفلسطيني وضمن مسيرة العودة الشعبية التي تشهد كل جمعة مشاركة الآلاف، أصيب أكثر من 130 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، فيما فرضت قوة الاحتلال حصارا تاما على قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة التي أصدر الاحتلال قرارا بهدمها وتهجير أهلها. في أفغانستان ووسط إجراءات أمنية مشددة، شرع نحو 9 ملايين ناخب صباح اليوم في الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان، حيث فتحت السلطات 5000 مكتب تصويت لهذا الغرض، وجندت ما لا يقل عن 54,000 عون أمن لحماية مراكز الاقتراع. أشاروا أن الانتخابات في ولاية قندهار قد تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل بعد الهجوم الدامي الذي تعرضت له أركان قوات الجيش بالولاية الخميس الماضي من قبل مسلحي طالبان. في أخبار الوطن مجددا وفي الرياضة، تتواصل اليوم مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لحساب الجولة 11، وعليه يقترح عليكم التلفزيون الجزائرية اليوم لقاء شباب قسنطينة وأولمبي المدية على الساعة 5 على قناة الجزائر كانال الجيغي، وكذا لقاء أهلي برج بوعريريج مولودية الجزائر على الساعة 5:45 على الجزائرية 3، فيما تستقبل مولودية بجاية جمعية عين مليلة. هذا وعرفت أمس هذه الجولة إجراء 4 مباريات، والتي تصدرها الديربي العاصمي نصر حسين داي شباب الوزداد والذي حسم لصالح الشباب بـ2-0، بينما تعادل بهدفين في مباراة مؤخرة اتحاد بالعباس أمام اتحاد العاصمة الذي يبقى في الصدارة مع شبيبة القبائل العائد بتعادل بدون أهداف من وهران أمام المولودية المحلية، بينما انتهت مباراة شبيبة الثورة أمام نادي بارادو بتعادل 2-2. من الرياضة إلى الثقافة، اختتمت أمس بدار أوبرا الجزائر بعلام بالسايح فعالية الطبعة 10 للمهرجان الدولي الثقافي للموسيقى السيمفونية بحضور وزير الثقافة عز الدين مهوبي. على مدار ختام أخبارنا مشاهدينا، نذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا عبر عناويننا الإلكترونية التي هي دائما في الخدمة. في أمان الله.